في البداية نبغيو نتعرفوا على التكوين اللي كتقوم به المديرية الإقليمية فيما يخص يعني الطفولة المبكرة. إذا في إطار المديرية الإقليمية في إطار تنزيل مشروع تعميم مستوى التعليم الأولي، سهرت المديرية الإقليمية على برمجة دورة تكوينية استفاد منها حوالي 270 مربية. هذا التكوين هذا أنجز في دائرة العرائش ودائرة القصر الكبير. بالنسبة لدائرة العرائش استفادت حوالي 161 مربية إطار أربعة ديال أربع ورشات اللي كيأطرها أربع مفتشين، وبمديري وبدائرة القصر الكبير سهر على ثلاثة المفتشين على إنجاز الدورة التكوينية. بالنسبة لانتقاء المربيات ما اعتمدناش على معايير محددة، ولكن طلبنا وكان عندنا الهدف أنهم يستفدوا مجموعة عدد أكبر من المربيات، سواء كانوا كيشتغلوا بالتعليم الأولي العمومي أو التعليم الأولي الخصوصي أو التعليم الأولي التقليدي. ففضاء المؤسسات التكوين كان مفتوح للجميع حتى أنهم يتعرفوا على منهاج التعليم الأولي. وكان عندنا الهدف من هذا هو تطوير المنهاج، تطوير التعليم الأولي في شق أنه يكون عندنا منهاج موحد نشتغل به على المستوى الإقليمي، وليس على المستوى الإقليمي ولكن على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني. نعم، على مستوى الفضاءات يعني ديال التعليم الأولي أخص سواء المؤسسات أو الحاضنة يعني على مستوى الإقليم. نعم، ونعرفوا المستوى ديال بالنسبة في الشق المادي، الشق المادي في التعليم الأولي، المديرية الإقليمية في مشروع أنها سهرت على بناء 95 حجرة، تحاول أنها تبني تجهيز بناء 45 حجرة، في علاقتها مع الشركاء وعلى رأسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي تمكنت المبادرة من إنجاز السنة الماضية من تجهيز وتأهيل ما مجموعه 30 حجرة. هذا العام كذلك كتسهر معنا وحنا في اشتغال وفي شراكة دائمة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إنجاز وفي تأهيل مجموعة الحجرات كذلك. عندنا برنامج تأهيل 22 حجرة دراسية اللي غتقوم بتأهيلها المديرية الإقليمية وبدعم من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طنجة تطوان الحسيمة. نعم، على مستوى الفضاء التأهيل ديالها يعني مستوى التجهيزات على مستوى الفضاء يعني مثلا فضاءات اللعيب، فضاءات يعني مثلا التغذية، نعم، بالأخص أن هذا المشروع هذا كي يلبي حاجيات الطفل يعني في جميع أكيد هو الرياضة مشروع في هو مشروع 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 يحظى بمولوية ملكية، خصوصا في الرسالة الملكية اللي كانت في 18 يوليو 2018. هذه الرسالة المولوية أرسمت الطريق وخارطة الطريق لإنجاز هذا البرنامج، برنامج تعميم وتطوير التعليم الأولي. بالنسبة للفضاءات أنها كتخضع للتأهيل في لينورم، تأهيل في المعايير، في المعايير إلا ما أقول في معايير الوطني ومعايير دولية صراحة، اللي هي كت تراعي خصوصيات الطفل سواء السن أو السيكولوجية أو البدنية. فعلا المبادرة الوطنية خدت على عاتق ديالها أنها تأهل 33 قاعة كيف ما قلت 30 قاعة اللي أهلت السنة الماضية، وعندنا برنامج معها إن شاء الله في تأهيل مجموعة ديال القاعات وكذلك في بناء مجموعة من الحجرات الدراسية إلى جانب الحجرات الدراسية اللي سهرت عليها المديرية الإقليمية. حنا كنشتغل مع المبادرة الوطنية في واحد التناسق، في واحد التناغم. المؤسسات اللي كتشتغل فيهم، اللي غتبني فيهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما يمكنناش نشتغلوا حتى حنا نبنيو فيهم. إذا كيكون واحد التناسق ما بين مصلحة التخطيط والمديرية ككل والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فالأقسام اللي كتنزلهم المبادرة الوطنية في واحد القرية أو في واحد المكان، فالمديرية الإقليمية كتشتغل كيمكن لها تبني في موقع وفي فضاء آخر.